السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر، واليوم جايب لكم مقطع في سيرفر ماي إلد، الحلقة الرابعة. اليوم نبي نصمم محل بوشنات، مو محل بوشنات، محل نذر. أبيع أنا عشان عندي كوارت كثير وأشياء كذا، فقررت إني أسوي محل قريب من السبون، يكون فيه له يكون فيه له أشياء للنذر أبيعها، مثلا زي ماجما كيوب، ما أدري إيش اسمه، ذيك حق الفاير ريزيست وزي كذا، يعني ذي الأشياء وكوارتس وأشياء. فالحين خليني اصمم المحل وبوريكم حاجة قبل ما اصمم المحل كمان، اللي هي في البيت حقي. فيب لسه وانا ما سويت حاجة كثيرة، بس سويت حاجة بسيطة، يعني وريت هذا اللي كانوا في البث اول، بس يمكن في بعضكم ما شافه. سويت هنا جسرين، مو جسرين، عمودين كذا، قال لك يعني تمسك القاعدة ذي، وسويت هناك كمان في الجهة الثانية، في الثانية، وهنا سويت شكل طلع شكله من تحت خرافي عشان حطيت بس سلاب من فوق. فيب خليني اوريكم اياه كمان من فوق دحين، ما تشوفون دحين من فوق كذا الشكل هو. فيب وهنا كمان اخذت حصان، لقيته هناك في جهة البيت من ورا، فاخذته. قررت اني كمان اسوي محل، اتوقع اني بسوي محل في حلقة ثانية حق احصنة، ابيع فيها اشياء الاحصنة والاحصنة نفسهم كمان، يعني اذا احد يبي حصان. انا خلف الكواليس جبت البلوكات حق المحل اللي بسويه حق النذر، فيب كذا بيصير شكله حق نذر وحركات. ف يلا نشوف نسويه. طبعا انا ما حسوي كله معكم عشان ما تطفشون وما يصير الوضع بيض. فيب خلنا ناخذ هذا وهذا وهذا، وطبعا كذا ححط لافا فيه، حيطلع باذن الله الشكل يعني خرافي ان شاء الله. خلنا نحط هذا اثنين اثنين، سنة 33 حبة. فايب يلا يلا. في البحيرات في الأنهار، في الجداول في عمق البحار، مع تباشير الصباح برفقة هبات الرياح، زورق يرمي الشباك لاح. رامي رامي الصياد الصغير، رامي رامي بالصبر سيصطاد السمكة، رامي رامي بالخبرة يصطاد الكثير، رامي رامي بالسنارة بالشبكة، يغامر لا يهاب الرعد ولا الضباب، يهوى الطبيعة لا يخشى الصعاب، رامي رامي الصياد الصغير، رامي رامي. يا معانا خالد. يا هلا والله، يا هلا، يا اهلا يا اهلا. كذا شكل المحل يا عيال من برا، حيكون حيكون كمان من جوا كذا، من جوا لافا وحركات اصبر. طبعا كذا المحل كمان من جوا يا عيال. فيب حنسوي صناديق هنا، خالد قاعد يسوي حفريات. خالد ترى لسه ما خلصت المحل، يا بلديه معفنه. هذا شغل لو سمحت. طيب فيب خلنا نحط الصناديق هنا، بنبيع ان شاء الله كوارتز واشياء حلوه، يعني حركات بركات. ست صناديق اظن تكفي. راح نحط الهبر وبيهير، وين حنبيع الاشياء؟ راح نبيع كوارتز يعني حركات. اول بركات. واحد بيشتري خالد اظن. انا موظف، اشتري كيف؟ مالي شغل، موظف ويشتري. وظفتني؟ لا ما وظفته يا عيال، ما في اي دليل اني انا وظفته. اول يوم تطردني. طبعا الشيء الاساسي في هذا المحل حيكون الكوارتز. ممكن نسوي كمان محل ثاني حق بوشنات. فيب خلينا اعطيهم النظره السينمائيه يا خالد، بس انت خربت ام المكان. والله مصعريش، رجع رجع السلك تاتش. بس طريق ايش رايك؟ ابى اضبط النظره السينمائيه. تبا لك. طب ما عليكم من الواجهه، نسوي لكم النظره السينمائيه من هنا. من هنا من هنا من هنا. طيب فيب كذا شكل المحل حيكون، ما عليكم من القرابيع هذه. ويب هو محل صغير يعني ما يحتاج اسوي محل كبير عشان ابيع كوارت. فيب يلا اختصار الموضوع، خلينا نحط العفش هنا. اوكي شكرا يا نظر السينمائية، خلاص من الواجهة تمام. شوف بس سوي الطريق، سوي الطريق. عندي اقتراح افضل، عارف شو؟ ببيع نذر بريك كمان. وشو؟ وكذا كمان الشكل الثاني. فيب يعني شوفوا انتم شو الافضل وقولوا في الكومنت. فيب والافضل راح يصير، انا اتوقع انه شكل خالد افضل بدون باب. فيب في امانه في السيرفر طبعا، يعني والله انه شك
على اساس في الباب يعني على اساس بالباب يعني بيستاذنون والله يشيلك يشيل امه. المهم فيب كذا شكل هذا. هنا بحط هنا حطيت كوارتز وبحط هنا اشياء النذر كلها ماجما كريم والاشياء ماجما بلوك ونذر بريك واشياء الحلو وريد بلوك مدري ماجما كريم ولا ماجما فازلين. اوكي ما بعرف كم كم طلع من السيرفر. اوكي وبس خلاص كذا المحل. فيب اوكي يا شباب هنا خلاص بعطيكم نظرة على المحل كامل وجاهز وخلصت كل حاجة. فيب كذا بالشادر وحركات. فيب يمكن الشادر عاد اوكي والله شكله بالشادر خرافي. ترى انا اول مرة اشوف بالشادر معاكم فدوبي دخلت بس عشان اوريكم شكل المحل ومن جوا. دحين كمان حطيت الاسعار وحطيت كل حاجه خاص بشيل الشادر عشان ما يجيب لكم عمى. دقيقه اوكي. هذا المحل شكله من برا ومن جوا كمان حطيت الاسعار وحطيت كل حاجه فيه. فيب اسعار معقولة يعني الوضع المطفرين اللي في السيرفر. فاي طيب وهنا الاسعار. الاسعار هنا 1 ستاك ريد بلوك 1 دايموند لسه ما جبت الاشياء حقه. وهنا 1 ستاك ان هاف 1 دايموند يعني ستاك ونص بحبة دايموند. وهنا برضو ستاك بحبة دايموند سول ساند. وهنا 3 ستاكات كوارتز بحبة دايموند. وهنا 3 ستاكات 32 حبة قصدي بلوكس جلوستون بحبة دايموند. وهنا 16 بليزرود بحبة دايموند. وزي ما تشوفون هنا ستاك ماجما بلوك بحبة دايموند والستاك نذر وورد بلوك بحبة دايموند. فايب هذا الشب الصغير شب مظبوط ومتواضع وخلاص يعني اللي بيشتري يشتري. يبغالي بس كمان اخذ لي رحلة في النذر عشان اضبط الصناديق عشان اللي بيشتري. فايب المهم اللي وصل لهذا الفيديو اتمنى الفيديو عجبكم. لا تنسون لايك فيفرت سبسكرايب. وكان معنا خالد المصمم قناته في الديسكريبشن الديزاينر اللي خرب ام المحل ورجع ظبطه كل شيء واللي حيشتغل عندي قريبا راح استعبدك هناك. مو انت شغيل عندي في المحل ودائما يكون شغيل في المحل دقيقه لا مو دائما يكون شغيل في المحل يكون شغيل في اشياء ثانيه حق المعلم. لا حخليك خليك تفلش الجبل ان شاء الله كامل. بس نشوفكم على خير. السلام عليكم.